اهلا وسهلا سيدي، اهلا وسهلا، شرفتوا. سيدي جايين زياره ولا جايين تقشوا حدا؟ لا جايين ننبهكم، هون تجمع سكني، يا بتوقفوا لنا هالضجه يا من اشكم كلكم اشي لفه. بس نحن معنا رخصه وانا مصنع. معكم رخصه مطعم مو رخصه ازعاج. كيلاني بس كون موجود انا انت بتسكت، انا اللي بحكي. حاضر سيدي. طيب لانه ساعه مسمح لنا. مو مسمح لكم بنوب اكل وشرب ماشي الحال، بس ازعاج لا. طيب خلينا نكفي الوصلة، أول مرة بحياتي بقول على نديم إنه بدي أرقص. ماشي كفو، عود كيلاني وعود. أهلا وسهلا سيدي، شرفتوا. سيدي بلكي جيران احتجوا. يحتجوا مثل ما بدون على مسؤوليتي، عود أنت عود. قسم صهري قسم. أمان 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 أمان. قومي لأول الحيط، قومي قومي لأول الحيط. طلع حكي فاضي. لوين؟ على المطعم. ممنوع. ليش ممنوع؟ هيك ممنوع. بتحب اشرح لك اياها بالبوكس ولا اصرف لك اياها كفوف؟ إيه بلاك وبلا مطعمك جاي اكل طبيخ ما جاي اكل كفوف. ايه احر يلا. احر. وين؟ وين راح الشخان؟ بدي اتعشى. روح السمم غير هون، هون ممنوع. وليش ممنوع؟ هيك ممنوع. هذا مطعم خاص مو للرعاع. يعني انا رعاع؟ طبعا رعاع. لو ما كنت رعاع ما كنت اجيت هون. احترم نفسك اذا بتريد. حبيبي ورجينا على بتافك، يلا روح سلم لي على اخوالك. الله معك. يكون بعلمك انا بدي اشتكي لك. ايدك وما تعطيك. يلا الله معك. ما رح رد عليك. هلا بدي اسالك، انت ليش زعلت لما قلت لك رعاع؟ انت بتعرف معناتها هالكلمه؟ ليش انت ما بتعرف؟ لا بس في واحد دائما كان يقول لي اياها وحبيت اقول لك اياها لشوف اذا بتزعل ولا لا. يعني حوش. كنت حاطين ليك ولا كنت تقول له شكرا؟ كنت فكر عم إلي يا أبضاي. كيف بتاويك وأنا بدي مين يداويني؟ لا الطب العربي تعلمته ولا الطب الصيني. كيف بدي يكون مجروحة دوا طبيب وأنا يلي فيني مكفيني؟ حساب شو يا سيدي؟ ولو قهوتكم على حسابنا. معلش نديم اذا بتريد، نحن وقت المناوبات ما بنتضيف على حساب حدا. ما بيصير سيدي ما بيصير. مستحيل، هي اسمها رشوه مقنعه يا رجل. منك ما باخذ، وشو ما بدك تسميها سميها. ايوه خلصنا بقى العمى، شو ما عندك زوع. عم يقول لك الحساب يعني الحساب. معلش كيلاني، وقت الكون موجود انا اللي بعصب. حاضر سيدي. سيدي طيب هات نص ليره. الله يخليك، ما بيصير. مثل ما عم تاخذ من العالم بتاخذ مننا. شو عليه؟ هات 40 ليرة لكان. العمى ضربك العمى، لك شو 40 ليرة؟ شو على طبق الماز ولا قاعدين بشيرتون؟ يعني عفوا سيدي. هاي تسعيرة التموين سيدي. ماشي الحال، افتح لنا حساب وباخر الشهر بنحاسبك. ايه؟ مثل ما بدكم. تعال نظف يا ولد، تعال نظف.